مساء الخير بنات، شخباركم؟ مرة وحشتوني، أحس من زمان ما سويت توتوريال. سوري طولت عليكم شوي. بالعادة أبدأ بعد الساعة 8، بس الحين الساعة 10، بس مو مشكلة. زي ما انتو شايفين سويت هذا حاجبي، والحين بسوي معكم هذا، بكمله يعني معكم. أنا شعري خفيف مرة، فاضطر أني أرسم يعني الحاجب جل قلم اللي هو. بس اللي قبل الخطوة الأساسية، قبل ما تبدون، اللي شعرهم خفيف أو كثيف أو في فراغات عندهم، يستخدمون جل حواجب شفاف. أنا بستخدم هذا، دائما أستخدم هذا، مرة حلو. فأحط منه يعني أخذ من نفس البرودكت وأمسح عشان يشيل الزايد، وبعدين مشط حواجبي ورسمت بقلم بودرة، مش أنا قصدي بقلم بودري، يعني زي كذا القوام بودرة، مش كريم يعني. شوفوا كيف عرفتوا، يعني يعطي طبيعي ويندمج، يصير خفيف، مرة حلو للقلم. المهم إني بريته مرة كويس ورسمت فيه شعرات خفيفة، برسمها معكم الحين. أنا رسمت شوية شعرات بس ما سويت الزاوية من هنا، فبسويها معكم. طبعا أنا سويت بالجل على شعراتي على فوق، لو تلاحظون ما في شيء نازل. فأقول القلم لازم يكون على مسار نفس الشعر اللي بالحاجب، أرفع شوي على فوق وأحاول أسوي لي شعرة. تمام، زي ما قلت لكم أهم شيء القلم يكون مرة مبرة زين. هذا توني مبريته عشان يعطيني رسمة واضحة، فبكمل أهم شيء من قدام، والنهاية اسمها كذا. أهم شيء تكون اليد خفيفة بالرسم. بعدين بالجهة اللي فيها برش بنشط حواجبي برضو على فوق عشان تشيل الكمية الزايدة وتدمج الحاجب مع الرسمة اللي أنا رسمتها. يعني شايفين شعري واضح هنا أسود، فصارت إيش رسمة خفيفة. بس هذا شوي بعرضه شوي من هنا. بعد ما سويت حواجبي باخذ كونسيلر، بمكس بين درجة وسط ودرجة شوي فاتحة، وبحط بس نتفة على نهاية الحاجب عشان انظف بس الحاجب. جهة ثانية بنزلها شوي تحت. طبعاً أنا حاطة فونديشن، حطيت هذا الفونديشن إير مات برجوة. هذا الشيء يعني حلو كيومي، إذا اللي يبي تغطية خفيفة، شيء حلو لايت ويت لليومي، دوام، أي شيء، برجوة مرة ممتاز خاصة لبشرتهم دهنية. أوكي، باخذ فرشة نظيفة وبدمج فيه اللي أنا حطيته. شوف شكل الحواجب كيف صار، مرة طبيعي. وأنا اتعمدت إني أرفع حاجبي شوي وأنظف بالكونسيلر عشان يعطيني شوي مساحة للشادو. ثاني شيء، طريقة الحواجب لما تكون شعرات على فوق تعطي شكل كأن العين كذا رايحة على فوق مسحوبة، فهذا الشكل هذا حلو مرة للي يعني عينهم مبطنة أو صغيرة ويبون يبينون إن عينهم كبيرة وواسعة. شعرات على فوق مع رسمة مسكرة بعد، ممتاز، يصير حلو الشكل. بستخدم كونسيلر درجته شوي غامقة من NYX، ندفع بس هنا. والفرشة بدمج
دمجت كونسيلر بفرشة، وهنا بحط الباقي فوق الحاجة. وعادي لو أجيبها هنا عشان أصير لي كبيز للآي شادو. وأحب بعد ما أحط كونسيلر وأشي وخلاص أخلص من العين فرشة كبيرة، أدمج كل شيء مع بعض عشان تصير الألوان مدموجة مع بعض. الحين باخذ شوية لوز بودر احطه هنا، هذا البودر اللي فيها هايلايت، شوف كيف تطني لها معه. شوف هنا شوي البودرة ترى تمنع التخطط، اللي هنا اللي خطط عندهم العين عادي يحطوا فيها شوية بودر. شوف اللمعة فظيعة، ذا البودر شيء مو طبيعي. هذه دوشة انجبانة، طيب بنات عندي نصيحة مرة مهمة، إذا عندكم أرواج قديمة، أرواج ما تبونها، أرواج خلاص يمكن راحت موضتها أو شيء، لا تقطون الأرواج القديمة. نصيحة والله ترى برا تفيدكم، لأن إيش الحين تقدرين تستخدمين الروج مثلا كبلاشر، ككونتور، كبيز هنا للشادو قبل الشادو، تقدرين تمكسينه مع ثاني يعطيك لون حلو. فنصيحة لا ترجعون الأرواج. مثلا عندكم لون الأورنج، يعني مو كثير أحد يستخدمه، أنا عندي لونين ما أستخدمهم كليبستيك يعني إلا نادرا يعني. فوش بسوي فيه اليوم؟ بستخدمه كبيز للشادو، بس محتار بين درجتين يعني ما أدري، أحس ما في فرق بينهم، بس هذا توقع أغمق من هذا، فأبي شيء أفتح فبستخدم هذا. طيب وش بسوي؟ باخذ الروج بحط على كامل الجفن، باخذ فرشة نظيفة وبدمج بشكل دائري. انا دائما الروج سوري الشادو الأورنج يقلب معي على أحمر، ما أدري ليه، بس يعني حاولت أدور أفتح درجة أورنج روج عشان أحطها كبيز للشادو، كلهم تقريبا يعني بينهم فرق بسيط، بس ما أدري، أنا دائما أحس الروج الأورنج أو الشادو الأورنج يقلب لي على أحمر، بس عادي يعني بحط فوقها شادو. المهم اوكي بنات هذا الشكل بعد ما حطيت الروج الكريمي. الحين بما اني احسه احمر قالب على احمر، بحط الحين شادو بس مو نفس اللون يعني غامق، بحط فاتح، بحط هذا لاني ابغى اورنج صريح، بحطه على كامل الجفن. الحين صار برتقالي أحس،
الحين باخذ لون أورنج ثاني درجته شوية فاقعة أو واضح لونها من لايم كرايم، أحطه على الجفن المتحرك إصبعي عشان يبين اللون أوضح. أركي شوي شوي على فوق وطبطب سريع، تمام. بعدين باخذ لون على ما أدري ذا اللون، يمكن لون بني فاتح شوي، أحطه هنا تحت. بحاول أخلي هنا مساحة شوي، بنزل شوي تحت عادي، ما راح يعني لا تخافون عادي، نزلوا شوي تحت عشان يعطيني شكل العين اللي تمام. بعدها باخذ بيجمنت شادو زي جليتر، هذا لونه، بحطه هنا في النص. حطيت معاه شوي فيكس بلس، بنزله شوي على تحت. نفس الشوي على تحت والعين الثاني نفس الشيء. كذا يصير شكله. طيب برجع باخذ نفس اللون اللي حطيته هنا تحت، بنزل شوي بعد أو بعيد عليه هنا. بعدين باخذ أي لوز باودر صفرة شوي، فرشة عشان تحدد لي العين أكثر. وش بسوي؟ بحط هنا شيء خفيف بس وبخليه، وبحط ماسكارا وبركب اللاشز وارجع لكم. بس هنا تحت العين على طول. وكاميرات هذا بعد ما ركبت رموش، ركبت رموش ريد شيري ما استغني عنهم، تعرفوني احب ريد شيري هذه 605. ليش احبها؟ لان تموه التبطين اللي هنا وتعطي كذا سحبة رهيبة مرة للعين. ومن هنا نوع الرمش، هنوريكم نوع الرمش كذا، ما ادري كذا كنا مشرشر او ما ادري مبعثر، رموش كذا مفرقة بشكل مموه، يعني مش مرة الرموش طول واحد، فهمته؟ فمرة مرة تحلي العين ما شاء الله، مرة تجنن. المهم وش بسوي؟ بحط ماسكارا على رمشي، رمشي انا مع
تمام. الحين باخذ كونتور الأنف، هذا اللون شوي خفيف بس كنتر من بداية الحاجب إلى تحت. أحط هنا شوية لون فاتح، عشان يعطي شكل أنفي شوية أطول. تمام. بعدها بشيل البودر. أنا ليش مديته إلى هنا؟ عشان ينظف لي الشادو ويعطيني سحبة، فهمتوا؟ فرشة ناعمة، بشيل كل البودر. حطيت تحت عيني هنا بودر فاتح من باليت مورفي هذا. الحين بحط بلاشر من انكلوت، استخدم لون بيج مع الاورنج. حطينا شوي شايفين كيف تغير الشكل يوم حطيت بلاشر؟ هالمناطق هذه مرة مهمة، اللي هي هنا وهنا، وعدقني شوي إذا تبون، يعطي شكل بريء أكثر. طيب الحين بحط هايلايت. حطيت فيكس بلاس، بستخدم اليوم هايلايت لوس أو بيجمنتد. استخدم فرشة زويفة هذه. اوكي، حطيت هنا شوي عشان ما نبهدل الدنيا. جهة ثانية. على فوق هنا ندفع حددت المدمع كحل، يشبه كحل NY X بس إن سواده شوية ضعيف، يعني مو مرة سواده قوي نفس NY X. هذا اللي أنا استخدمته ريبيد بلاك من ماك، يعني تقريبا شبه كذا طبيعي ناعم السواد والرسمة بعد، بس حددت المدمع وطلعت اللوز من قدام، ما كحلت العين، رموش يعني ما شاء الله تكفي. أتمنى بنات إنه كان سهل مرة توتوريال، وأبغى أشوف تطبيقاتكم إذا سويتوا نفس هذا اللوك. اللوك مرة سهل، ويعني وضحت الخطوات، ما يبي لي شيء، بس لون أورنج درجات، وأي شيء مو لازم يكون بيج مثل الجليتر اللي هنا. ممكن تستخدموا اللون اللي هو الشمر اللي يلمع عادي، المضغوط اللي يجي في اي باليت عادي حطوه هنا، مش شرط يكون يعني نفس اللي انا وريتكم اياه. وبس ابغى اشوف تطبيقاتكم، تعليقاتكم.